هذا المهرجان الكبير، وها هي انطلاقة أخرى وتواصل آخر. شوطنا السابع عشر المخصص للأبكار في هذه الانطلاقة، الأبكار الحجايج 4 كيلومترات مسافة التحدي ومسافة الانطلاق. نسير مباشرة إلى المركز الأول، أثار من احتلت المركز الأول في هذه اللحظات، وتعود الملكية لسليمان بن رويشد الجهني من يحتل المركز الأول وصدارة هذا الشوط. سليمان بالسلامة في المركز الأول، بينما المركز الثاني وصلت فيه الجزيرة، فرحان بن محمد بن حسن يحتل المركز الثاني، المركز الثالث غير احتل المركز الأول، المركز الثاني وصلت فيه الفاتنة، حمد بن سعيد بن محمد بن حطم العامري يحتل ثاني المراكز، المركز الثالث. نشوف المركز الثالث من الجانب الآخر هناك في هذه اللحظات، واللي وصلت إثارة لأحمد بن حمد بالكيل العامري يحتل المركز الثالث. مشاهدينا الأعزاء، أما المركز الرابع هذه اللي وصلت شعار بن غدير يحتل المركز الرابع، فيما المركز الخامس يتسلل هناك من خلال الانطلاقة ويتواجد حمد بن سعيد بن حطم العامري، ولكن وصلت الآن في هذه اللحظة تعويض لسالم بن محمد بن سالم الجنيبي يحتل المركز الخامس. هكذا هي النتيجة، هكذا هو المسار لمجريات هذا الشوط الذي يحصل ويأتي بالأعداد الكبيرة مع سن الحجايج لتأتي هنا في انطلاقة واستمرارية في منافسات الصغار وبداية هذا المهرجان العريق. ولكن نعود إلى البداية أيها الحفل الكريم، والمركز الأول شعار بالشيلة لا زال يتقدم، شعار بالشيلة لا زال يسير ويقدم إثارة الحماس وإثارة مع إثارة أحمد بن محمد بالشيلة العامري، ولكن الله اللي اخطفت المركز الأول وراحت من الجانب الآخر. ها هي مشاهدينا الأعزاء، لجة احتلت المركز الأول لعلي بن عبيد بن محمد الراشدي يحتل صدارة الشوط، فيما المركز الثاني الشايب السهيل بن سالم بن قناص العامري، المركز الثالث وصول من قبل الشكلة علي بن سالم بن سلطان العرياني يحتل المركز الثالث. أما المركز الرابع نشوف، ها هي مشاهدينا الاعزاء، الشايقه لعلي بن راشد البريص المري في المركز الرابع، فيما المركز الخامس من الجانب الاخر هناك تتواجد الشاهينيه علي بن عبد الله البطين على المركز الخامس. هكذا هي النتيجه حتى هذه اللحظات، شوط يسير وشوط ينتهي مشاهدينا الكرام، ولكن الاثاره لا تنتهي مع الصغار، لا تنتهي مع الحجايج، ونسير مع الراشدي لا زال في المركز الاول. الله يا الراشدي، الله هناك في بحر لجه يسير من ناموس الشوط، علي بن عبيد الراشدي لا زال يتقدم في هذه اللحظه ويسيطر سيطره واضحه على ناموس الشوط، لكن المركز الثاني واصلينك الجماعه وصلوا وغيروا مع تواجد الشكله هذا الشوط. ها هي الشكله، علي بن سالم العرياني احتل المركز الاول في هذه اللحظات، لكن المركز الثاني اين تروح؟ أين تذهب هنا من خلال الانطلاقة؟ وصلت تسللت مشاهدينا الأعزاء إلى المركز الثاني. نشوف المركز الثاني غيرت إلى الأول، غيرت إلى ناموس الشوط في هذه اللحظة الشاهينية، مبارك بن محمد بن نصرة العامري 1500 متر المركز الثاني الراشدي، المركز الثالث يصل مشاهدينا الأعزاء في هذه اللحظات سلسبيل سالم بن غدير العويسي، المركز الرابع هنا تقدمت مشاهدينا الأعزاء الرعبية راشد بن سلطان بن بطر بن مالخان، المركز الخامس تسلل آخر ومشعار البطين علي بن عبد الله البطين، ولكن خلوني أعود إلى المركز الأول إلى صدارة الشوط، وبالنصرة يسير رجل المفاجآت ينطلق إلى المركز الأول. هنا مبارك بن محمد بن نصرة العامري قدم الشاهينية، لكن عبد الراشدي لا زال معلج. الله يا الراشدي علي بن عبيد الراشدي من يحتل المركز الثاني والمركز الثالث، اللي وصلت إثارة سليمان بن رويشد الجني، ولكن هناك تسلل آخر يا سلام يا بن غدير يا العويسي، ولكن اللي وصلت يا سلام الله غير حمد بن سعيد بن حمد الزعبي الآن يحتل المركز الثاني، الراشدي في المركز الثالث، بينما المركز الرابع
أني الراشدي حارب، الراشدي حارب، لكن نشوف اللحظات الأخيرة، 600 متر الأخيرة، وبالنصرة صامد، بالنصرة صامد على المركز الأول، لكن تجاوز، تجاوز الزعبي، تجاوز الزعبي، راح مع غير، مع غير، حمد بن سعيد الحمد، الزعبي تسلل إلى المركز الأول، سلامي عليك يا الزعبي. المركز الثاني، المركز الثاني مبارك محمد بن نصر العامري، المركز الثالث محمد بن عبيد الراشدي، يا سلام، الله يا الراشدي، الراشدي يسير في هذه اللحظات علي بن عبيد، الراشدي صار إلى المركز الثالث، ولكن الزعبي سيطر، الزعبي سيطر، الزعبي سيطر، يا الحبل الكريم، الله يا غير، كم أنت غير في هذا المساء يا الزعبي، كم أنت غير مع وجود المركز الأول، وهي المسيطرة، هي المتقدمة، هي المثيرة لهذه الأحداث، تهانينا والناموس يا الزعبي، سعيد حمد بن سعيد بن حمد، الزعبي على الفوز والانتصار، قدم غير، فاز وانتصر في هذا المساء، تهانينا والناموس. المركز الثاني اللي وصلت جواهر ناصر بن سالم بن حمد المالكي يحتل المركز الثاني، المركز الثالث وصلت سام حمد بن سعيد المهنا المحرمي، المركز الرابع، المركز الرابع علي بن عبيد الحوز الراشدي، والمركز الخامس، المركز الخامس. عموما على كل حال يا الحبل الكريم، هناك كان تحدي كبير وأداء مميز، لكن خلونا نعود إلى البداية ونترك البقية في الانطلاق، وهنا نعود إلى التوقيت الزمني لحظات الوصول، ونعود بالتهنئة إلى هذا الشاب سعيد بن حمد بن حمد بن سعيد بن حمد الزعبي بست دقائق 12 ثانية 98 جزء من الثانية، تهانينا على فوز غير بالمركز الأول. المركز الثاني 6 دقائق 13 ثانية و70 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لناصر بن سالم المالكي على فوز جواهر بثاني المراكز، بينما اللي احتلت المركز الثالث كان مشاهدين الأعزاء نصيبها في ثالث المراكز في هذه الانطلاقة، وحصدت ثالث المراكز وهي تتقدم بهذا التقدم، حمد بن مهنا المحرمي 6 دقائق 15 ثانية 83 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس حمد سعيد بن مهنا المحرمي، بينما البقية تصل مشاهدينا الكرام في مسار هذا الشوط.